بسم الآب ابن الروح القدس إله الواحد آمين. أخوتي الأحباء، قراءة آية يومية من أمثال 3 عدد 25-26. أدروني اليوم مدى أسوي كاميرا لأن الوقت متأخر، نسوي بس الديسكتوب. لا تخشى، الروح القدس يتكلم هنا، لا تخشى من الخوف الباقي ولا من خراب الأشرار الجاء، لأن الرب يكون معتمدك ويصرون رجلك من أن تؤخذ. آمين. التأمل يجي معك اليوم، ما الذي يحرس قلبك من الخوف؟ هناك حارس واحد فقط أكيد ومخلص، اسمه الرب. هو الرب، هو ثقتنا وحامينا، مثل ما قال بولس بقوة منذ زمن طويل، الصلاة والروح القدس هم ضماننا للخلاص. الله أما أن نخلص من الموت لنخدم الله بقوة، أو نخلص عبر الموت لنشارك معه في الأبدية، لن يتم إغواؤنا عندما يبقى مصيرنا ومستقبلنا بين يدي الله. آمين. الصلاة تجي مع آتيوم، مخلصي القدير من فضلك أعطني الشجاعة لأعيش من أجلك بالشغف مهما كان الثمن، أثق بك لكي تخلصني باسم يسوع ربي ربي ومخلصي، أصلي آمين. يا رب نشكرك على هذا اليوم المبارك، يا رب هذا الأحد اللي خلتنا نجتمع بالكنيسة وحسينا في وجودك معانا. يا رب انت عظيم، انت عظيم يا رب. يا رب لمس الشفاء يا رب على شعبك يا رب. نصلي من اجل هذا البلد يا رب، اعين كثير على هذا البلد يا رب، سهام ابليس على هذا البلد، سيوف على هذا البلد يا رب. يا رب نطلب من عندك يا رب طوق ناري بالدم يسوع المسيح على هذا البلد يا رب. استخدم هذا الشعب كله من أجل تمجيد اسمك يا يسوع، وبالأخص بالأخص الشرق الأوسط والقدم المسلمين اللي ما عندهم أي معلومة عن الخلاص، ما عندهم أي معلومة عن الخلاص. مبارك اسمك يا رب، نشكرك ونحمدك من أجل كل شيء. آمين. أخوتي الأحبة نشكركم، ونشوفكم فيديو ثاني. ربي يبارككم، ربي يقويكم، تصبحون على خير. في معكم.